الخير عليكم مشاهدينا. حلقتنا لنهار اليوم شوية سبيسيال، رح تعيشوا معنا التعب والبعد والمتعة أيضا. هي واحدة من الوجهات الجديدة لقضاء العطلات في العالم، تقدم جمالا طبيعيا لا يصدق، واحنا اليوم جبناكم لهذا المكان باش نكتشفوا اجمل شاطئ فيها. وصلنا للبحر المشهور كاع تاع الجزيره تاع نوزا بينيدا، كيلين كينغ بيتش. هذا كيلين كينغ بيتش راني سيرتو ما شفتوه ديجا، برك بالك ما على بالكمش. تبعوا معايا نروحوا نشوفوا كيف كيلين كينغ بيتش. هنا واحد اودار يحط بلاتفورم صغيره 5000 باش تطلع هنا تصور، وكاع راه من فوق كاع راهم يتصوروا. اسوسياسيون ماما تو تيك بيكتشر هير 5000 تو تيك بيكتشر. اوكي ماما يا ماي فريند. اوكي ماما 5000 روبيا باش تطلع تصور برك. حالو الله عربيا. خوتي انا ما قدرتش، ام قال لي تولي فوق، انا قلت لازم نهبط. انا حاب نشوف قدامي، انا حاب نشوف الماء، قالوا لك زرق سخون، شوف الحوت الكولور تاع الماء هادي، وانا حاب نتوشي روشي تاع كيلين كينغ بيتش هذاك اللي هضروا عليه. يلا